مع الأشخاص اللي عندهم بعض الأمراض الروماتيزمية الشديدة، الأشخاص اللي عندهم داء سكري من الطفولة المبكرة أثر على شبكية العين. إذا وجود أي أمراضية أخرى في العين بخلينا نتحفظ شوي على إجراء الليزك، ولكن هل نسبة من الأشخاص نسبة قليلة. أما الحد الأعلى للعمر فهو مفتوح، يعني احنا ممكن نعمل ليزك لأشخاص أو عملنا ليزك لأشخاص في الخمسينات والستينات بشرط أنه تكون العين سليمة، يعني ما يكون عنده أي مشاكل أخرى في شبكية أو عصب البصر. يعني بهذا العمر خمسينات ستينات ممكن يكون عنده الأشخاص ارتفاع بضغط الدم من الأمراض المزمنة، يعني بتأثر يعني قصدك على؟ لا، هذا لا يتعارض حقيقة، ما بيتعارض، لا يتعارض. فقط السكري، فقط السكري إذا كان غير مضبوط، إذا كان غير مضبوط، وإذا كان صار له سنوات طويلة أدت لتأثيرات على شبكية العين. ساعتها لأنه السكري معروف دكتور بيضرب شبكية العين بشكل بالضبط مباشر. بالضبط، طبعا هذا الحكي كمان تغير سلام، لأنه اليوم مع المراقبة الجيدة للسكري ومع ظهور العلاجات الحديثة، الملتزم والمجتهد عم تحكي لا، عم نحكي كمان على الطبيب اللي عم بيراقب بشكل منيح. سابقا ما كان عندنا هالأجهزة اللي تقدر تكشف التطورات المبكرة جدا، وما كان عندنا الوسائل اللي نقدر نعالجها بشكل مبكر. هلا في بإيدينا أدوات بتسيطر على هالموضوع وبتمنع السكري من إحداث أذية شديدة للشبكية. فالعمر ما هو حد، نحن ممكن نعمل لأشخاص بالخمسينات وبالستينات من هذا العمر بشرط أنه تكون العين سليمة، ما فيها أي مشاكل أخرى، ما فيها مي بيضة، ما فيها مشاكل سكري أو مشاكل عصب بصري. نعم، رح نشوف فيديو عن إجراء ليزك لتصحيح البصر ونسمع التعليق منك عليه، نشوفه سوا مشاهدينا. تفضل. عملية الليزك طبعا بعد تحضير المريض بوضع بتم بالتخدير الموضعي مثل ما عم نشوف. المريض بينحط تحت الجهاز ويتم صنع شريحة في قرنية العين. هذه الشريحة تصنع عادة باستخدام جهاز ليزر خاص اسمه الفيمتو ليزر. بعد ذلك بينتقل المريض لجهاز ليزر ثاني هو الإكزايمر ليزر. الإكزايمر يقوم بتغيير أو بتبخير جزء من نسيج القرنية بطريقة دقيقة محسوبة بالكمبيوتر بما يتلائم مع درجة النقص عند المريض. بعدين بنرجع الشريحة إلى مكانها بشكل نظامي. أما الطريقة اللي نعمل فيها الشريحة فعندي طريقتين. سابقا كنا نستخدم هذا الجهاز اللي هو الميكروكيراتوم، بيعتمد على شفرة ميكانيكية بتقوم بعملية قص سريع ودقيق للطبقة السطحية من القرنية مثل ما شفنا هون. ولكن بعد فترة تطور العلم وصرنا نعتمد على جهاز خاص هو الفيمتو ليزر اللي بيقوم بعملية فصل للأنسجة عن بعضها، وبيجي الطبيب بيكمل هذا الفصل وبيرفع الشريحة. مثل ما ملاحظين هون دقة الفيمتو سيكند ممكن تصل حتى 2 مايكرون، فبيعمل بيخلق فقاعات ضمن نسيج القرنية بشكل منتظم بما يمكن الطبيب بسهولة من أنه يفصل هذا النسيج ويرفع الشريحة. دقة يعني لا، حقيقة الدقة هائلة صارت في الأجهزة الحديثة. نعم دكتور، وطبعا بده المريض يريح العين قبل الخضوع لإجراء الليزك صح؟ مثل نفس التعليمات للليزر؟ تماما نفس التعليمات في الليزر. لازم ما يكون عم يلبس عدسات لاصقة، لازم ما يكون الصبايا يكونوا حاطين مكياج يوم او يومين. اذا في اي يوم يومين بسيطة دكتور، لا اكثر يومين ممنوع. كافي لازم اذا في التهاب حواف اجفان يتم علاجه، اذا في شوية جفاف بسيط في العين ايضا يتم علاجه قبل الخضوع لعمليه. نعم. الليزك. وممكن المريض بعد فتره يرجع يحتاج للليزك مره ثانيه، يعني بيرجع بصير في نكس للعلاج؟ مثل ما قلنا انه 5% من الحالات فقط ممكن بعد سنوات يرجع جزء من النقص الموجود. وممكن بسهوله انه نحن نرجع نرفع الشريحه ونرجع نصلح النقص اللي رجع مرة تانية. نعم، رح نكون مع فاصل أخير بحلقة الليلة دكتور، نرجع نتابع مع حضرتك. فاصل قصير مشاهدينا، خليكن معنا.
وياخذ نصيبه ويرزق الناس ويرزق المحتاج ويرزق اللي عاني اللي بيجي معاني يبقى منه دعم ولا يبقى منه اخذ بالليد. هذا صحيح يرزقهم من شتى طرق، يرزقهم بإعطاء، يطلب منه محتاج يعطي، يطلب منه المديون يساعد، حد يخجل يطلب، لكنه يعرف هيلاك الناس وكيف قايله معيشته، فيسيب لهم ويسد حاجه وياخذ يدي. عايزين عن بنا بيت يبني وقاد، هذا اللي الله عطاه وهو مشي عمله وصرفه وقدرته في شيء سواه، وهو صرفه في هالطريق عند الله له. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للعلم الذي تمنحينني، للتاريخ الذي تدرسينني، للمهارات التي بها تسلحينني. ألتزم بك مدرستي لما تبنينه من ثقة بنفسي وللفرص التي تهدينني ولقائد الغد الذي تبنينه فيا. والله على ما أقول شهيد. تتعرفوا على الكمية والنوعية لكل الأكلات العربية والغربية وبلمسة الشيف صلاح الفنية. تابعونا عبر برنامجكم مائدتي. نتابع معكم مشاهدينا شو تبقى لنا لليلة من حلقة صحة وحياة برعاية مستشفى زليخة. لأن صحتك غالية ولأن صحتكم غالية علينا دايما رح نحكي بكل المواضيع يلي بتهم صحتكم. منتابع إذن مع دكتور محمد عماد عليلو، حضرتك طبيب عيون وأخصائي في جراحة القرنية وتصحيح البصر بالليزر من مستشفى زليخة في الشارقة. دكتور، رح نفوت على موضوع الفيمتو سمايل يلي كمان إجراء مهم جدا لعملية تصحيح الإبصار عند الناس أو عند الأشخاص. الفيمتو سمايل هو التقنية الأحدث في العالم حاليا لتصحيح البصر بالليزر. المبدأ تبعه إجا من سعي الأطباء والعلماء لتلافي المشاكل اللي كنا نشوفها بالليزك، واللي هي المشاكل اللي بترافق الشريحة بشكل أساسي. مشاكل جفاف العين اللي بينجم بعد الليزك بيظل فترة طويلة نسبيا نوعا ما بسبب اضطرارنا لنقص القرنية وبنقص معها الأعصاب السطحية العين. فطلع الفيمتو سمايل كتقنية حديثة لتلافي هالمشاكل المرافقة للليزك، تقديم نفس النتائج ولكن بهامش أمان أعلى. بدأ في العالم أقل يعني ألم وأقل يعني قص من النسيج القرنية، ما هي؟ بالضبط. نحن بالفيمتو سمايل بنحافظ على نسيج القرنية قطعة واحدة بدون ما أنه نضطر أنه نعمل شريحة، وبدون ما نضطر نشيل الطبقة السطحية ونخلي المريض يتألم. كيف هي هاي التقنية؟ يومين كيف تشتغل؟ مبدأ على بتعتمد على أنه نحن بنصنع شريحة داخل سماكة القرنية باستخدام الليزر،
وبنعمل جرح صغير فقط 3 ميلي، بندخل من خلال هالجرح بنفصل هالشريحة اللي نحن عملناها بحسب أو بما يتناسب مع النقص الموجود عند الشخص، بنفصل هالشريحة وبنستخرجها. وهالاستخراج الشريحة هذا بيؤدي لتغيير في تحدب القرنية بدرجة تتماشى مع درجة النقص اللي أساسا موجودة. طب دكتور رح نشوف الفيديو ونسمع تعليقك عليه، وهيك الشرح بيكون مترافق مع الصورة، بيكون كمان أوضح لإجراء أو تقنية الفيمتو سمايل. تفضل. طبعا نحن من البداية بنعمل دراسة للحالة، بنحدد بالضبط النمر اللي بدنا ناخدها، وبيبدأ الإجراء مثل ما بنشوف بشكل تمثيلي بصنع قطع في عمق الشبكية، بعدين قطع ثاني في الطبقة السطحية للقرنية ومن ثم جرح صغير 3 ميلي. بندخل نحن من خلال هذا الجرح، يتم فصل الطبقات عن بعضها وسحب هاي الشريحة اللي تم صنعها بالليزر. هذه التقنية المدهشة حقيقة بتؤدي ل انه نحن نصلح البصر بدون الحاجة لاجراء شريحة وبدون الحاجة لانه نحن نشيل الطبقة السطحية من القرنية ونعرض المريض لازعاج والام ودماع بالفترة اللي ما ترجع ترمى مرة تانية. نعم، كمان رح نشوف فيديو تاني اجراء ايضا مباشر. رح نشوف عملية من عملياتنا اللي اشتغلناها في مشفى زليخة. هون الليزر طبعا يلامس القرنية، يبدأ بليزر بالقص العميق للقرنية، بيقص الجزء السفلي من الشريحة هون. هون بعدين عم نشوف يعني اجراء حقيقي بالضبط. هذه عملية حقيقية اللي عملناها من فترة قريبة في مشفى زليخة الاسبوع الماضي. بعد من قص هون الليزر عم بيقص الطبقة السطحية، بعد عمل هذا الجرح الصغير اللي نحن شفناه، ومثل ما شفنا العملية سريعة يعني 20 ثانية بتكون كافية لأنه الليزر يصحح النظر مهما كانت الدرجة، سواء كانت ناقص 2 ولا ناقص 8 أو ناقص 9 نفس الزمن، مما يجعله إجراء سريع بشكل قياسي. نعم دكتور. طب هوني كمان الأسئلة لابد نسألها يمكن متشابهة، بتكون أنه الأشخاص ممكن يخضعوا لها كحالة أو كعمر، والإجراءات والتعليمات قبل وبعد. طبعا التعليمات ما قبل، طبعا ما قبل العملية هي نفس التعليمات اللي ننصح فيها للليزك، إيقاف استعمال الأجهزة اللاصقة، إيقاف المكياج، أرشادات هيدي موحدة بالضبط. ولكن الفيمتو سمايل فرقه عن الليزك انه بيسمح لنا اولا نتعامل نصلح اكثر القرنيات الرقيقه الضعيفه شوي، بيسمح لنا نصلح الهامش اكبر من الهامش اللي بيصلحه الليزر. مثلا الليزر نحن الليزك ممكن نروح لستة او سبع درجات، بالسمايل الاوفيشال ريكومنديشن للشركه انه بتوصله لناقص 12، ولكن بما تسمح فيه هوامش الامان للقرنيه حسب حاله كل مريض. النقطة الثالثة والمدهشة في هالتكنيك انه انا ما عندي شريحة، وبالتالي المريض ثاني يوم ما في لزوم انه انا احط عليه اي ريستريكشن، بامكانه يرجع ثاني يوم ويمارس حياته الطبيعية، يروح على شغله او ممكن الشخص يخضع لاكثر من مرة من اجراء الفيمتو سمايل، ان شاء الله يعني ما حدا بيضطر. طبعا ممكن هناك طرق معينة لاعادة الفيمتو سمايل، سواء طبعا في عندنا طرق معينه في حال كان في انا عندي عاد جزء من النقص او كان في نقص في التصحيح، في كذا طريقه ممكن احنا نرجع نعمل فيها ريتريتمنت ونصل للهدف المنشود بتصحيح البصر. نعم. طب دكتور حضرتك يعني ذكرت بانه دائما نسبه النجاح عاليه لتصحيح الابصار، في حال كان في خطا طبي وفي فشلت العمليه او الاجراء، هون شو اللي بيتعرض له المريض؟ يعني الخطوره قد ايه نسبه الخطوره؟ او طبعا لما نقول ممكن يوصل لمرحلة أصعب من اللي كان أوريدي عليها. تمام. كأي عمل جراحي هناك نسبة هامش من الاختلاطات، احتمال وارد. بالضبط. طبعا لأنه الكمال هو في النهاية لله عز وجل، أي شيء في الحياة وفي الطبيعة هناك نسبة من الاختلاطات. في جراحة القرنية بشكل عام نسبة الاختلاطات قليلة كتير. أولا
في حال التزم المريض بالتعليمات. أهم اختلاطين نحن بنشوفهم وأكثرهم شيوعاً كانوا الالتهاب، مشاكل بعد مشاكل الجراحة. الالتهاب ما بعد العمل الجراحي، وهذا غالباً بيكون سببه أن المريض ما انتبه مثلاً مسح عينه بقصة ما ينضيفة، بمحرم ما ينضيفة، أو أثر في استخدام الأطراد ما بعد العمل الجراحي. صحيح. والنوع الثاني من المشاكل إلى علاقة ب الشريحة، الاختلاطات المرتبطة بالشريحة، أنه تحركت الشريحة أو فرك عينه أو دعك عينه أو أكل ضربة بعد العملية بأسبوع أو 10 أيام. طبعا هدول الاثنين صاروا كتير قلال باستخدام الفيمتو سمايل، لأنه أنا بالفيمتو سمايل ما عندي شريحة أعملها. اثنين، الجرح مغلق، يعني جرح صغير 3 ملي بيلتئم خلال ساعات قليلة. وبالتالي الوسط العين ما بيكون مغلق تماما. فحتى في حال حدثت هذه الاختلاطات نحن بإمكاننا نتعامل معها بالوسائل العلاجية المناسبة، سواء كانت أدوية، مضادات حيوية، مركبات كورتيزون. إذا في أي خلل في، إذا صار بعد الليزك صار في مشكلة في الشريحة، ممكن نرجع نرفعها ونرجع نفردها مرة ثانية. إذا هناك هامش اختلاطات ما بتعدى 1% 1 إلى 2% غالبا، وهي يمكن التعامل معها. نعم دكتور، قبل ما نختم نصيحة هيك واحدة منك مهمة للناس نحافظ كتير منيح على بصرنا. الحقيقة العين هي جزء أساسي في الحياة. أنا أكاد أجزم في عصرنا الحديث العين تساوي الحياة. فأنا بنصح دائما بأنه نحافظ على قواعد سليمة في التعامل مع العين، نعطيها قسطها الكافي من الراحة، نحترمها مشان تضل عم تخدمنا. والفحص الدوري طبعا ضروري سنوياً يعني. وأساسي طبعا سنويا يفضل، والأشخاص اللي عندهم جهد بصري عالي أو أعمالهم مرتبطة كتير بالكمبيوتر وبالقراءة والكتابة يفضل أنه ينفحصوا مرتين في السنة. شكرا لوجودك معنا دكتور محمد عماد عليلو من مستشفى زليخة في الشارقة. حضرتك طبيب عيون وأخصائي جراحة القرنية وتصحيح البصر بالليزر، شرفتنا وشكرا على هالمعلومات القيمة. شكرا جزيلا لك سلام، وشكرا للتلفزيون عجمان على الاستضافة الكريمة. أهلا وسهلا فيك. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا، متمنى دايما هيك تحافظوا على صحتكم قدر الإمكان، لأنه عن جد صحتكم غالية علينا، وبعد الصحة وما في شيء، وقبل الصحة ما في شيء. نلتقى سوا الأسبوع المقبل إن الله راد بحلقة جديدة وموضوع جديد، فدايما كونوا على الموعد. شكرا لفريق العمل وإلى اللقاء.